بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي بناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، كل عام وأنتم بخير. معا بنستكمل معاكم برنامجكم المحبوب مدرسة على الهواء في مادة التاريخ للثانوية العامة، وبنتابع معاكم الفصل الثاني، وبنتابع معاكم البناء اللي عمله محمد علي. عشان نقدر نستكمل الشرح اللي احنا بدأناه قبل كده، لازم نفكركم بأنواع البناء اللي عمله محمد علي عشان يقدر يبني مصر الحديثة. افتكروا معايا كده، أول حاجة محمد علي عمل إيه؟ أول حاجة في المجال الاقتصادي. طيب افتكروا معايا، محمد علي طبق سياسة الاحتكار. طب في المجال الاقتصادي أنا عندي إيه؟ عندي زراعة، وعندي صناعة، وعندي تجارة، والتجارة معاها النقل والمواصلات. يبقى أنا هنا إيه السؤال بقى بيجي؟ بيجي سؤال عن الزراعة لوحده، بيجي سؤال عن الصناعة لوحده، بيجي سؤال عن النقل أو التجارة. طيب نفتكر مع بعض، في الزراعة محمد علي عمل كم إصلاح في الزراعة؟ نشوف مع بعض. محمد علي أول حاجة في الزراعة، محمد علي عمل إيه؟ أول حاجة في الزراعة، واحد، تغيير شكل الملكية. والكلام ده اتكلمنا عنه قبل كده، وقلنا ان هو قام بتغيير شكل الملكية الزراعية عن طريق جعل الاراضي كلها ملك الدولة، وصادر اراضي الملتزمين وسجلها باسم الدولة. طب تاني حاجة محمد علي عملها في الزراعة ايه هي؟ تطوير الزراعة، تطوير او نقول عليها النهوض بالزراعة. محمد علي ازاي طور الزراعة؟ قلنا اللي اهتم بمشروعات الري، وكلكم طبعا عارفين حاجة اسمها القناطر الخيرية، وعمل ترع وقنوات، واحلال اساليب جديدة للزراعة. محمد علي عمل اساليب جديدة للزراعة، ودخل محاصيل جديدة، وعمل بعثات للخارج، وجاب خبراء من الخارج، وعمل تنظيم للدورة الزراعية، وحسن زراعة القطن، وادخل زراعة النيلة وزراعة التوت. بعد كده محمد علي عمل ايه؟ تطبيق الاحتكار. طب ازاي محمد علي طبق الاحتكار؟ طبق الاحتكار اللي هو امداد الفلاحين بكل لوازم زراعه، اتنين، الزام الفلاحين بزراعه ما تقرره الحكومه. طب نيجي بعد كده هنتكلم عن الصناعه، ماذا فعل محمد علي في الصناعه؟ شوف كده الورق مظبوط على الشاشه. في الصناعه محمد علي جه لقى الصناعه متدهوره. طب يعمل ايه محمد علي لما لقى الصناعة متدهورة؟ أول حاجة عملها تنظيم الصناعة، تنظيم الصناعة أو نقول عليها تطبيق الاحتكار. قام بتنظيم الصناعة لخدمة سياسة الدولة وبناء الدولة القوية. محمد علي نظم الزراعة على أساس نظام الاحتكار، إمداد الصناع بالمواد الخام اللي تقررها الدولة، بيع المواد الخام للصناع بسعر مرتفع، شراء المواد الخام بسعر منخفض. تاني حاجة تطوير الصناعة. طيب محمد علي في تطوير الصناعة عمل ايه؟ عمل مصانع كبرى، جمع الصبية من الشوارع، ارسال بعثات لأوروبا، واحضار خبراء من أوروبا. كده محمد علي قدر يطور الصناعة. نيجي بعد كده نتكلم عن التجارة والنقل والمواصلات. لما نيجي نتكلم عن النقل والمواصلات هنقول ايه؟ اولا انا عندي التجارة وعندي النقل. بالنسبة للتجارة في ايه؟ في تجارة داخلية وفي تجارة خارجية. التجارة الداخلية محمد علي اصبح هو التاجر الوحيد، بقى هو المسؤول عن بيع كل الانتاج داخل مصر، وفي الخارج بقى يبيع للتجار الاجانب، اما عن طريق وكلاء او التجار الاجانب دول يجيلوا مصر ويشتروا منه. ما كانش محمد علي في موضوع التجارة ده كان بيشجع على الاستيراد، يقول لك الدولة القوية هي التي تصدر أكثر مما تستورد. طب ليه محمد علي عمل كده؟ لأنه يقول لك الدولة اللي بتصدر بيجي لها دخل قومي، أما الدولة اللي بتستورد بتصرف الفلوس اللي معاها. ويقول لك دايما الدولة القوية هي اللي بتصدر، لأني ما بتبقاش تحت رحمة دولة أخرى. أنا لما بستورد من حد ممكن يمنع عني الإنتاج بشكل معين مقابل إن أنا مثلا أعمل تسهيلات ليه، او اقدم تضحيات او حاجات زي كده.
طب النقل والمواصلات محمد علي عمل ايه؟ عمل طرق برية، عمل مواني، عمل اسطول سفن في البحر الاحمر والمتوسط، وكمان قضى على القرصنة، القضاء على القرصنة في البحر الاحمر. ايه بقى موضوع القرصنة دي؟ كان في شركة اسمها شركة الهند التجارية، شركة الهند البريطانية، كان بتخش من طريق البحر الاحمر، فاللي حصل ان القراصنة منعوا الشركة فبدأت تدور حول افريقيا، فكده مصر فقدت ايه؟ فقدت مواردها الاقتصادية. فكانت النتيجة لذلك ان محمد علي قضى على القرصنة البحرية، فعادت السفن مرة اخرى تستخدم ايه بقى؟ الطرق بتاعت مصر مرة تانية. كده يبقى انا عدت معاكم اصلاحات محمد علي في مجال ايه بقى؟ مجال الحياة الاقتصادية. نستكمل بقى معاكم درس اليوم، وهنتكلم عن الجزء اللي هو هنتكلم فيه النهاردة، اللي هو بقى ايه؟ الجزء اللي خاص بالسلطة القضائية. عايزين نتكلم عن البناء القضائي، نقول كده البناء القضائي في عهد محمد علي. محمد علي عمل ايه في القضاء؟ محمد علي اضاف للديوان العالي، او نقول عليه الديوان الخديوي، سلطه قضائيه. دي اول حاجه محمد علي عملها. هو ما غيرش النظام القضائي كتير على ايام الدوله العثمانيه، ولكن اضاف بقى ايه؟ للديوان الخديوي سلطه قضائيه، يعني يبقى في ضبطيه قضائيه. تاني حاجه عمل هيئه قضائيه كبيره قوي، خلي بالكم من اسمها، اسمها جمعيه الحقانيه، دي لمحاكمه كبار موظفي الدوله، يعني مفيش حد اعلى من القضاء، اسمها جمعية الحقانية. وعمل حاجة تانية اسمها مجلس التجارة، مجلس التجارة لحل المنازعات اللي كانت بتنشأ بين المصريين والتجار الاجانب في مصر. مش احنا قلنا في اجانب موجودين في مصر وبيعملوا تجارة، بييجوا يشتروا من محمد علي، ففي بعض المنازعات محمد علي كان بيحلها. وايه كمان؟ اضافة سلطة قضائية للديوان الخديوي. دي كده اصلاحات محمد علي في القضاء. يبقى احنا كده اتكلمنا عن اصلاحات محمد علي القضائيه، ثلاث اصلاحات. طب نيجي بعد كده هنتكلم عن البناء العسكري. يعني ايه البناء العسكري؟ يعني قوه محمد علي العسكريه عملها ازاي؟ اولا محمد علي كراجل عسكري اهم حاجه عنده انشاء قوه نظاميه. يعني ايه قوة نظامية؟ يعني قوة مش مرتزقة، يعني جيش تحت ايده في اي وقت، بعكس الجيش اللي هو كان موجود ايام الدولة العثمانية، جنود لو ما خدوش الرواتب بيعملوا تمرد وممكن يقتلوا الوالي، زي ما عملوا وقتلوا طاهر باشا، او زي ما عملوا وعزلوا مين؟ عزلوا خسروا لما يعني تأخر في دفع الرواتب، وكمان تم عزل خرشد معايا؟ يبقى انا عندي عزل الولاة كان بيتم بواسطة الجند، يمكن الوحيد اللي اتعزل بواسطة الشعب هو خرشد باشا، لان الجنود كانوا مرتزق عايزين رواتب، وده شفناه في خسرو، وشفناه في طاهر باشا، وشفناه في قتل علي الجزائري. يمكن الوحيد اللي تم عزله بواسطة الجند واضح جدا اللي هو مين؟ خسرو. واللي اتقتل بواسطة الجند طاهر باشا، واللي اتعزل بواسطة المماليك واحد اسمه احمد باشا، واللي اتقتل بواسطه المماليك علي الجزائري، وخرشد بقى ده اللي تم عزله بواسطه الشعب المصري. طب محمد علي قال لازم اعمل جيش نظامي بدلا من القوى المرتزقه، وهو حس بالكلام ده ايام حروب الوهابيين لما الجند الالباء الارناؤوط حبوا يتمردوا عليه، فقرر يعمل جيش نظامي. في حته مهمه جدا، في علاقه بين الجيش واصلاحات محمد علي. ايه بقى العلاقه؟ واجي اقول للطالب ما رايك في الكلام ده. اولا في غلطه وقع فيها محمد علي، ان هو عمل كل شيء من اجل خدمه الجيش. للاسف لما انهار الجيش انهارت اصلاحات البلاد. يعني عمل الصناعه من اجل الجيش، عمل التعليم من اجل الجيش، عمل التجاره من اجل الجيش، من اجل بناء القوه الذاتيه. لما وقع الجيش وقعت اصلاحات محمد علي. يبقى عمل محمد علي على الربط بين التعليم والجيش، عمل مدارس من اجل الجيش، عمل مصانع من اجل الجيش،
كل الاصلاحات في البلد من اجل خدمه الجيش وبناء القوه الذاتيه. للاسف لما وقعت دوله محمد علي، طبعا انا هنا الطالب لازم ينقد، انا هنا المطلوب الطالب ينقد. ينقد ليه؟ لان المفروض ما كانش يربط اي اصلاحات بالجيش، يخلي الاصلاحات خاصه فقط من اجل رفعه الدوله. تعالوا نشوف بعد كده ايه فايده الجيش في عهد محمد علي. الجيش في عهد محمد علي كان فايدته حاجتين: الدفاع عن البلاد واصلاح البلاد. يعني كان يستخدم الجند في العمليات الاصلاحيه، حفر الترع، القنوات، شق الطرق، وفي نفس الوقت يبقى جاهز للمهمه الايه؟ العسكريه. طب ايه اللي بعد كده؟ يلا نشوف بقى اعداد الجيش، اجراءات اعداد الجيش. اجراءات اعداد الجيش، اول حاجه عملها محمد علي اعداد الضباط. تاني حاجه اعداد الجنود. ركزوا معايا، محمد علي في اعداد الضباط واجه مشكله، بقى مش عارف يعمل ضباط الجيش من انهي فئه. الاول اعتمد على القرناؤوط والالبان فتمردوا عليه، فقرر ان هو يعمل جيش الضباط بتوعه من المماليك. عمل ايه محمد علي؟ جاب ابناء المماليك وعمل لهم مدرسه في اسوان. يبقى اعداد الضباط مرت بكام تجربه؟ في تجربه اولى وفي تجربه ثانيه. انهي تجربه اللي نجحت؟ هي التجربه الثانيه. يبقى التجربه الثانيه اللي محمد علي عملها هي التجربه الخاصه بالجند اللي هم المماليك. يبقى جاب المماليك ونجح في انشاء مدرسه ليهم فين؟ في اسوان، وجاب لهم ضابط فرنسي اسمه الكولونيل سيف. هذا الرجل من ضباط الحمله الفرنسيه نجح في اعداد اول هيئه من الضباط المصريين، او نقول الضباط المماليك يعني في الجيش المصري بتاع محمد علي. اتخرجوا بعد 3 سنوات، وطبعا هو خلى المدرسه في اسوان تكون بعيده عن جو المؤامرات في القاهره، ان حد يعني يعمل مؤامره ويستعين بالضباط او حاجه زي كده، او يتقال ان محمد علي جاب ضابط اجنبي بيدرب الجيش. واتخرجت اول هيئه بعد 3 سنوات. نيجي بقى لاعداد الجنود. محمد علي واجهته مشكله في اعداد الجنود، في اعداد جنود الجيش. ايه بقى المشكله ديت؟ من اي العناصر يعد الجيش؟ طب تعال نشوف الحته دي كده، ناخدها يعني بتأني شويه عشان نفهمها. اعداد جنود الجيش، المراحل. اول ما اعتمد على اعداد جنود الجيش الاعتماد على السودانيين، لان هو بقى محتار هل يعتمد على الاتراك ولا يعتمد على المصريين. خاف من الاتراك يعملوا عليه تمرد، وخاف ان المصريين يعملوا عليه ثورات، وقال لك لا خلي المصريين للزراعه والصناعه ولا اعمل جيش من بره. فراح اعتمد على السودانيين، فكانت التجربه فاشله، لان جو السودان لم يلائم زي ما انتم شايفين كده على الشاشه صور للجيش المصري في عهد محمد علي. اعتمد على السودانيين ففشلت، فراح معتمد على مين؟ التجربه الثانيه محمد علي، الاعتماد على المصريين. يعني اخيرا اقتنع بالمصريين واعتمد عليهم ونجحت التجربه، وعمل اول تجربه لاعداد الجيش ودخلوا حرب المورة. نجحت التجربه سنه 24، عمل لهم مدرسه في اسيوط. يبقى محمد علي واجهته مشكله في اعداد جنود الجيش، ايوه، حيث انه احتار انهي فئه يعتمد عليها في الاعداد، هل الاتراك ام المصريين؟ ففكر ان هو يلغي الاتراك لان هم متمردين عليه زي ما شفنا الضباط، والمصريين ممكن يعملوا ثورات، فلجأ للاعتماد على المصريين بعد ما نجحت التجربه بتاعتهم، استعان بيهم في حرب المره. طب وتجربه السودانيين فشلت؟ يعني هو ما راحش للمصريين الا لما فشلت تجربه السودانيين. اجي اقول ماذا كان يحدث اذا نجحت تجربه تجنيد السودانيين؟ كان اصبح الجيش المصري يعتمد على السودانيين، ما لجأ لتجنيد المصريين. سؤال تاني، ما العلاقه بين فرنسا واعداد ضباط الجيش في عهد محمد علي؟ في علاقه، في علاقه، ان
الضابط الفرنسي كولونيل سيف هو الذي تولى اعداد الضباط ونجحت التجربة بعد 3 سنوات. كده يبقى محمد علي عمل الجيش بتاعه. يلا نشوف بعد كده محمد علي هيعمل ايه، هيعمل الاسطول. يبقى هنتكلم بقى عن ايه، عن القوة البحرية، اعداد القوة البحرية اللي هي الاسطول. ايه اللي خلى محمد علي يفكر يعمل سفن؟ ايه اللي خلاه يروح يعمل كده؟ اللي حصل ان في 1811 محمد علي دخل حرب الوهابيين بناء على طلب السلطان. يبقى بدأ ظهور البحرية المصرية في عام 1811 عندما شرع محمد علي في دخول حرب الوهابيين. كان عايز ينقل الجيش. يعني انا لو رسمت لكم خريطة كده بسيطة، يعني ادي خريطة لمصر وادي خليج العقبة وخليج السويس وهنا الحجاز. طيب نكمل الخريطة، يعني ده رسم كروكي للخريطة. محمد علي عشان ينقل الجيش بتاعه للحجاز، الأول الجيش هيمشي هنا كده لغاية خليج السويس، وبعد كده هنا بقى بعد ما يوصل هنا في ترسانة سفن، في سفن موجودة هنا هتنقل الجنود إلى الحجاز. يقال إن محمد علي كان بيصنع السفن في ترسانة بولاق. يبقى أول مصنع سفن في مصر كان فين؟ في بولاق أبو العيلة في نهر النيل. وبعد ما يعد السفن يعمل عملية ترقيم ليها، وفي صورة للأسطول منذ عهد محمد علي، يعمل عملية ترقيم ويعيد بناء تركيب السفن في السويس، ثم ينقل عليها الجيش المصري اللي راح إلى الحجاز وقضى على الوهابيين اللي هي حرب الوهابيين أو حرب الجزيرة العربية في 1811. دي قصة الأسطول المصري. محمد علي طبعا عشان يعمل أسطول الأول عمل مصنع سفن في بولاق، وبعد كده عمل واحد تاني في الأسكندرية، فأصبح لمصر أسطول على البحر الأحمر وأسطول على البحر المتوسط. محمد علي كمان غير حتة إن هو عمل أساطيل، بعت طبعا بعثات للخارج عشان يدربوا على علوم البحر فين؟ في فرنسا وإنجلترا، وعمل مستشفى وعمل مدرسة للإعداد. يبقى عمل مستشفى وعمل مدرسة، والهدف من معسكر الإعداد ده عشان يدرب الجنود على كيفية مواجهة البحر. محمد علي كان راجل عظيم جدا في إعداد قوة مصر العسكرية. يبقى نقدر نقول القوة البحرية على شكل نقط، نقولهم تاني. يبقى ما هي خطوات محمد علي لإعداد الأسطول؟ هنقول أول حاجة، 1 إنشاء ترسانة بولاق، وبعد كده ثم الأسكندرية. ده إيه؟ خطوات إعداد الأسطول. طب إيه تاني محمد علي عمله؟ تاني حاجة محمد علي عملها إقامة مستشفى عسكري ومعسكر ومدرسة. عمل 3 حاجات، مستشفى للمعالجة ومعسكر للتدريب ومدرسة بحرية في الأسكندرية. إيه كمان؟ إرسال بعثات للخارج لفرنسا وإنجلترا. طب عقبال ما يجي لأعضاء البعثات، استقدام خبراء عسكريين لهم خبرة بأعمال البحر. دي اللي عمله محمد علي بالنسبة للقوة البحرية. يبقى كده احنا فهمنا. انا ممكن اقول سؤال، ايه هو السؤال؟ ما العلاقة بين ما العلاقة بين حرب الوهابيين والاسطول المصري؟ الطالب هيقول لي والله ان خلال حرب الوهابيين مع دخول محمد علي حرب الوهابيين بدأ ظهور القوة البحرية المصرية. الكلام ده سنة كام؟
1811. دي الجزء الخاص بالعلاقة بين حرب الوهابيين والأسطول المصري. كده يبقى احنا خدنا محمد علي، القوة البحرية اللي عملها والأساطيل. بعد كده يا أبنائي هناخد السفن بعد ما اتعملت. ايه اللي ناقص محمد علي؟ طب محمد علي مش الجيش ده عايز له أسلحة وذخيرة؟ هنتكلم بقى عن الأسلحة والذخيرة. شوف مع بعض كده. يبقى هنتكلم دلوقتي عن مصانع الأسلحة والذخيرة. أول سؤال، ليه محمد علي اتجه لإنشاء مصانع أسلحة وذخيرة؟ طيب قبل ما أكمل معاكم، معانا مكالمة علاء من القاهرة. السلام عليكم. أيوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا علاء. ازيك يا استاذ محمود؟ الله يخليك يا حبيبي علاء من بصراحة أنا القاهرة. بعتمد على حضرتك، وبصراحة أنا شرح ممتاز، وشكرا لحضرتك. أنا سعيد جدا، وأنا اللي بشكرك إن أنت يعني بتثق في القناة وبتتابع، والحمد لله الوزارة التعليمية دلوقتي مصر كلها بدأت تهتم بالقنوات طبعا التعليمية. هو شرح جميل جدا والله العظيم. ربنا يخليك يا علاء، متشكر ليك يا حبيبي. اتفضل. في بس 4 أسئلة معايا بس. اتفضل، هكتبهم معاك. أول حاجة ماشي. أول سؤال بيقول، دلل. أساء نابليون للمصريين. قول تاني. أساء نابليون، أساء نابليون للمصريين للمصريين أثناء وجوده في مصر. تمام، أثناء وجوده في مصر. السؤال الثاني، حدد أوجه النقد حدد أوجه النقد إلى نظام الحكم العثماني في مصر. إلى نظام الحكم العثماني. حاضر. السؤال الثالث، ما رأيك في عدوان في عدوان نابليون على الأزهر؟ نابليون على الأزهر. في بقى سؤال بس أنا مش عارف هو بيجي في الامتحان ولا لأ، بيقول لي ماذا تقول للشخصيات الآتية؟ ماذا تقول الشخصيات الآتية؟ على حسب الشخصية. نابليون بونابرت، ومينو، وسليمان الحلبي. طبعا هو السؤال ده ما يجيش في الامتحانات اللي هو الاخير ده. تمام. ليه؟ لان ملوش اجابه نموذجيه، وهيبقى مفتوح ومش عارف اقول له ايه بالظبط من اول ما جه لغايه اما مشي. اقول لموقف معين يعني. تمام. لو عايز اقول مثلا، بدل ما اقول له كده اقول له ما رايك في مشروع مينو لاحياء الصناعه، بدل ما اقول له ماذا تقول لمينو في اسلوبه لاحياء الصناعه. فانا اخليها احسن، ايه ما وجهه نظرك لمحاوله مينو احياء الصناعه المصريه. هنقل بقى واقول ان انا لا اوافق على ما قام به مينو، لانه بذلك يريد ان تظل الصناعه سرا لعمال فرنسا، وبذلك لا ينهض بالصناعه المصريه، وبالتالي تظل مصر متخلفه صناعيا. فنخليها ما رايك احسن. خلاص ماشي، شكرا. دلل أساء نابليون للمصريين اثناء وجوده في مصر. السؤال مفتوح جدا ده علاء، لازم يكون في حاجه محدده، لان هنا انا هجيب ايه بالظبط من اول ما قتل محمد قريم، ولا القضاء على مقاومة القاهرة الأولى، ولا فرض الضرائب، ولا نظام الحكم اللي عمله معايا. فأنا لازم أحدد ما رأيك في دلل. لم يلتزم نابليون بما قاله في منشوره أيام ثورة القاهرة الأولى. معايا علاء؟ علاء. طيب علاء، يبقى كده هو بيسمعنا من خلال التلفزيون. او ممكن يا علاء اقول ايه، دلل اساء نابليون للمصريين خلال مقاومه الاسكندريه، لانه قتل محمد قريب. يبقى هنا لازم برضه احدد الحته اللي انا عايز انقد فيها نابليون، ما بقاش السؤال مفتوح. بس هو سؤال يجي طبعا. حدد اوجه النقد لنظام الحكم العثماني. هقول هذا النظام كان يحمل بين طياته عوامل ضعفه وانهياره، لان قصر مده حكم الوالي جعلته يهتم بجمع الاموال. 2، النزاع بين الوالي والديوان، لان الديوان كان اعلى سلطه من الوالي، فاصبح هناك صراع بينهما، وهذا ليس في مصلحه الحكم. وبعدين طبعا انا هقول ان نظام الحكم كان فاشل، لانه ادى الى وجود 3 هيئات متصارعه، بدل ما تهتم باصلاح البلاد تتصارع على السلطه. ما رايك في عدوان نابليون على الازهر؟ هقول ان هذا يدل على ان نابليون كان مخادع، لانه قال في المنشور انه يحترم الدين الاسلامي ونبيه العظيم، ولكنه في عدوانه على الازهر اساء للدين الاسلامي، ودخل جنود الازهر بخيولهم ودنسوا الازهر ولم يحترموا الدين الاسلامي.
ويمكن ده ادى الى كراهيه المصريين للحمله الفرنسيه. ده بالنسبه لاجابه اسئله علاء. احنا بنشكرك جدا يا علاء على شكرك للقناه، وبنشكرك على متابعتك، ويا ريت كل ابنائنا يبقوا معتمدين على قناه تعليميه بدون اتجاه للدروس الخصوصيه. طيب نيجي نتكلم عن مصانع الاسلحه والذخيره. اول حاجه، لماذا قرر محمد علي انشاء مصانع حتى لا يكون تحت رحمه الدول الاوروبيه في السلاح؟ طب ماذا فعل؟ قام محمد علي بالمصانع بما يتي. اولا عمل مصانع للمدافع، وعمل مصانع للبارود. مصانع المدافع، محمد علي عمل مصانع المدافع والبنادق فين بقى؟ في القلعة. وعمل مصانع للبارود في الحوض المرصود وفي المانيال. الحوض المرصود ده هي منطقة موجودة في السيدة زينب. عمل مصنع للبارود، البارود اللي هو بتاع اللي بيخش جوه الماسورة المدفع زي نظام القنبلة كده يعني. طبعا محمد علي عمل انشاء قلاع، عمل قلاع على حدود مصر في رشيد والاسكندرية وعلى السواحل للدفاع عن البلاد. عمل قلاع في رشيد ودمياط والاسكندرية اللي هي الصغور بتاعت مصر، والصغور يعني المواني. يبقى كده محمد علي في سؤال، ايه هي؟ لماذا لجأ محمد علي لإنشاء مصانع الأسلحة والذخيرة حتى لا يقع تحت رحمة الدول الأوروبية؟ كده يبقى احنا خلصنا المصانع اللي عملها محمد علي. عندنا بقى هنخش على سياسة محمد علي الخارجية. قبل ما نبدأ في مكالمة أخرى، نادية من الميديا. ألو؟ أهلا بيك، ازيك يا نادية؟ ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ انت عامله ايه؟ ازاي حالك؟ كويسه؟ نادية؟ عايز الدكتور معاك. عايزك بقى تعلي صوتك كده وتقولي اسئله. حاضر يا استاذ. اول سؤال بيقول، ما النتائج المترتبه على تطبيق الاحتكار في القضاء؟ ما النتائج المترتبه على تطبيق الاحتكار في القضاء؟ في القضاء؟ في القضاء، اي هو السؤال كده. وفي جزئية أنا مش فاهماها، اللي هي بتاعت حرب المورة دي، يعني طيب حرب المورة بدأت محمد علي كان ده صح يا دكتور؟ عايز أشرح لك؟ ها؟ لا ها؟ عندي صوتك يا دكتور، حضرتك أيوة. يعني يعني مورة بدأت 1821 والجيش اتكون 1824، طب ازاي استقبل الجيش المصري حرب كانت جامده 60 بثلاث سنين؟ يعني انا مش فاهم الحته دي. حاضر. يعني هو اعتمد على الجنود المرتزقه وبعدين لما اتكون الجيش خدها معين؟ برافو عليكي، انت كده فهمتيها. المده بتاعت الحرب قعدت 7 سنين. هو لما جهز الجيش المصري بدا يعتمد على الجيش المصري بدل من جند الالبان، لانه كان يبعت دفعات من الجيش الى، لان حرب المرة قعدت فتره كبيره جدا. معايا؟ ايوه تمام. حرب المرأة واليونان. السؤال الجميل قوي اللي انت قلت لي، ما النتائج المترتبه على تطبيق الاحتكار في القضاء؟ انت عارف عمل ايه؟ ايوه، اللي هو الجمعيه القضائيه ده صح يعني ولا ايه؟ قام بانشاء مجلس التجاره. نعم؟ مش هو محمد علي عمل مجلس التجاره؟ ايوه. مجلس التجاره ايه؟ لفض المنازعات بين المصريين وايه؟ ايوه تمام. والاجانب. مش محمد علي قلت لك بدا تجار اجانب يجوا مصر يشتروا من محمد علي؟ ايوه، في نظام الاحتكار. ايوه، هنا بقى بدا يحصل ايه؟ بعض المشكلات التجاريه، فعمل مجلس التجاره لفض المنازعات بين المصريين والاجانب وجعل فيها اجانب. طيب يا استاذ، لو جت الحته دي مش مثلا اقول يعني انشاء الجمعيه الحقانيه واختصت بمحاكمه كبار الموظفين وكده يعني ولا؟ لا، ما كبار الموظفين دي ما لهاش سياسه الاحتكار يعني. وبعدين هو في حاجة عايز اقولها لك، هو السؤال ده طبعا ما يجيش في الامتحان لانه العلاقة بتاعته مش باينة يعني. معايا؟ تمام. سؤال بعيد شوية. شكرا. طب انت فهمت كده حرب المرة؟ يعني انا اصلا يعني انا كنت متخصصة فيها شوية، كنت خايفة منها. يعني كيف تيجي الامتحان؟ بصي معايا في الكتاب، انت معاك الكتاب الجديد؟ حرب المرة بدأت من 21 ل 28. محمد علي الحرب دي مده كبيره جدا، انتصر فيها في الاول على ثوار المورا، وبعدين دول اوروبا تكلبت عليه وانتصرت عليه. معايا؟
محمد علي لما تم اعداد الجيش المصري اتخلص من الجندي الالبان والارنوط. لانه كانوا بيتمردوا عليه، هو مش عارف يعمل ايه. اول ما جهز الجيش اعتمد على المصريين في الجيش. واظهروا مهارة فائقة خلال حرب ايه؟ المورا. شكرا يا تحت امرك. شكرا. بس السؤال اللي كان الطالب اللي جاب لي اجابه كان موجود في كتاب المعرض. تمام. طيب عامة ماذا تقول الشخصيات؟ مش كل سؤال موجود في الكتب الخارجية بيبقى هو اللي بيجي فين؟ في الامتحان. لأن الكتب الخارجية بيبقى ليها بعض الأسئلة البعيدة عن شكل الورقة الامتحانية. تابعونا احنا المسؤولين عن نظام الأسئلة، واحنا اللي بنقول لكم الأسئلة بتيجي ازاي في الامتحان. تمام؟ نرجع ونكمل تاني. وكنا قبل ما تيجي مكالمة نادية وبنشكرها، كنا بنتكلم عن الجزء الخاص بحروب محمد علي، وبنتكلم عن السياسة الخارجية لمصر اللي عملها محمد علي. يبقى هنتكلم عن حروب محمد علي، وهنتكلم عن السياسة الخارجية المصرية. في سؤال بيجي في امتحان بيقول لنا ايه؟ دلل لم يكن لمصر سياسة خارجية قبل عهد محمد علي. الطالب مش فاهم يعني ايه سياسة خارجية. سياسة خارجية يعني علاقات دولية، يعني دولة ليها علاقات مع الدول الأجنبية. ليه مصر ما كانش ليها علاقات؟ هقول لكم يعني ايه موضوع العلاقات. هل سمعتم مثلا ان مدينة اسكندرية ليها سفارة مثلا في ايطاليا؟ طب ليه ما ينفعش اسكندرية يبقى ليها سفارة في ايطاليا؟ لان اسكندرية مدينة تابعة لمين؟ لمصر. يبقى محافظ اسكندريه يلتزم بسياسه مصر. ده محافظ اسكندريه او مدينه اسكندريه جزء من مصر. يبقى مصر هي اللي ليها سفاره. معايا؟ يبقى الدوله هي اللي بتبقى ليها سفاره مع الدوله الثانيه. مصر ما كانتش دوله. مصر كانت ولايه جوه الدوله العثمانيه. فالمتحدث باسم مصر مين؟ السلطان العثماني. فبالتالي مصر نفسها ما كانش ليها سفاره. امال مين اللي ليها سفاره؟ الدوله العثمانيه. ومصر تلتزم بما يقوم به السلطان، لان مصر تابعة للدولة العثمانية. يبقى ده اول سؤال، وده بيجي في الامتحان. يبقى بما تفسر، او ده بما تفسر لم تكن لمصر سياسة خارجية قبل عهد محمد علي. يعني ايه القصة؟ معناها ان لما يجي محمد علي هو اللي هيعمل لمصر سياسة خارجية، هيعمل لمصر ثقل سياسي، وزن دولي، هيخلي الدول تحترمه. وهو قال لك لا، انا طول ما انا ولاية انا ماليش لازمة. محمد علي قال لك انا لازم انفصل عن الدولة العثمانية واعمل دولة كبرى. تعالوا نشوف بقى ماذا فعل محمد علي من اجل انشاء دولة كبرى. قبل ما نتكلم عن دولة كبرى معانا مكالمة، معانا نشوف ابننا اللي بيتصل بينا مين. الو، السلام عليكم. معانا هشام. ازيك يا مستر؟ مين اهلا بيك يا هشام، ازيك؟ ازيك يا مستر، عامل ايه؟ انت عامل ايه يا حبيبي؟ كويس، منور يا مستر. ربنا يخليك يا حبيب قلبي، بشكرك على الاداء الجميل ده. متشكرين والله، انا سعيد قوي ان حد بيشكرني. متواضع. معايا بس خليك. سؤال، شويه اسئله كده يعني. اتفضل. سؤال، ما رايك فيه؟ ما رايك سياسه مينو الصناعيه في مصر؟ الله، ما رايك فيه سياسة مينو الصناعية في مصر؟ الصناعية في مصر دلل على صحة العبارة الآتية. دلل؟ أيوة، على صحة العبارة الآتية. تمام. تصدي إنجلترا لوجود الحملة الفرنسية في مصر. قول تاني. تصدت إنجلترا لوجود الحملة الفرنسية في مصر. حدد صحة أو خدع العبارة الآتية مع ذكر السبب في الحالتين. لوجود الحملة الفرنسية في مصر، حدد صحة. كانت الحملة الفرنسية على مصر جزء من الصراع الاستعماري الانجليزي الفرنسي. كانت الحملة الفرنسية جزء من الصراع الانجليزي الفرنسي. استطاع الجيش العثماني هزيمة القوات الفرنسية في أبقير عام 1799. استطاع الجيش العثماني. ماشي يا مستر، شكرا. شكرا، شكرا ليك.
فرنسا في ابو كير البحريه، ابو كير البريه. طيب هشام، متشكرين جدا ليك هشام. هشام سالنا 4 اسئله، ايه رايك في سياسه بنوك الصناعيه في مصر، او ما رايك في في مشروع مينو لاحياء الصناعه المصريه؟ احنا كلنا مش موافقين على العمل منه، يبقى انا ارفض ما قام به منه، انا لا اؤيد ما قام به منه، لان هدف منه كان جعل مصر متخلفه صناعيا، لانه يريد ان يجعل الصناعه سرا على عمال فرنسا، لانه يريد احضار عمال من فرنسا، ويظل العمال المصريين كما هم لا يعلمون شيئا عن الصناعه الحديثه. فقولي انا لا اؤيد اسلوب منه في احياء الصناعه المصريه، لانه سيجعل مصر سوقا لتوزيع الانتاج. السؤال الثاني، دلل تصدت انجلترا لوجود الحمله الفرنسيه في مصر. هقول الدليل على ذلك، نبدا بقى نقول كل حاجه عملتها انجلترا ضد الحمله. 1 2 3 4. اول حاجه الدليل على ذلك، 1، ان انجلترا قامت بتحطيم الاسطول الفرنسي في موقعة ابي كير البحريه. 2، قامت انجلترا بحصار السواحل المصريه ومنعت اي اتصال بين فرنسا والحمله. ثالث حاجه، ان انجلترا قامت بمساعدة أهل عكا من جهة البحر، مما أدى إلى إفشال حملة نابليون على الشام. وقبليها إن إنجلترا اتفقت مع الدولة العثمانية على إرسال حملتين على مصر لإخراج الحملة الفرنسية. كمان إنجلترا تصدت لمعاهدة العريش وأفشلتها. كمان إنجلترا كان لها دورا في إخراج الحملة الفرنسية أيام مينو. يعني السؤال ده مطلوب مننا نقول كل حاجة عملتها إنجلترا ضد الحملة الفرنسية منذ نزلت الحملة حتى رحيل الحملة. كانت صح ولا غلط، كانت الحملة الفرنسية جزء من الصراع الانجليزي الفرنسي؟ فعلا كان في صراع استعمار انجليزي فرنسي على المستعمرات بعد الثورة الصناعية، فكانت مصر الحملة عليها جزء من هذا الصراع. لما فرنسا فقدت مستعمراتها في العالم الجديد، قامت بإرسال الحملة الفرنسية لإنشاء مستعمرة فرنسية في الشرق تكون قاعدتها مصر. السؤال بعد كده، استطاع الجيش العثماني هزيمة فرنسا في أبو كير 1799؟ الإجابة خطأ، لأن موقعة أبو كير البرية انتهت بهزيمة العثمانيين شر هزيمة، وتم القبض على قائد الأسطول العثماني نابليون، قبض عليه وعرف منه أن فرنسا تواجه أحوال سيئة، فقام نابليون بالرحيل من مصر. دي كانت إجابة السؤال. طيب معانا مكالمة أخرى، أسماء من سوهاج. اسماء، الو، ازيك يا اسماء؟ ازيك يا مستر؟ ازيك، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، ربنا يخليك. اتفضلي بقى قولي اسئلتك. سؤال، ما رايك فيه؟ قولي اسماء، ابعدي عن التلفزيون. سؤال، ما رايك فيه؟ ما رايك فيه؟ موقف مراد بيك. موقف مراد بيك من الحملة الفرنسية. من الحملة الفرنسية في عهد كليبر. في عهد كليبر، كويس. سؤال تاني. ايوه قولي. ما النتائج المترتبة على ضعف الحكم العثماني؟ ايه؟ ضعف الحكم العثماني. ضعف الحكم العثماني العثماني بمصر في مصر أواخر القرن السبعتاشر. أواخر القرن السبعتاشر. إيه؟ في سؤال تاني معلش. أيوة. ما العلاقة بين الحملة الفرنسية على مصر؟ أيوة على مصر. تمام. والتنافس. ها؟ والتنافس على طرق التجارة. على طرق التجارة، كويس. بس حضرتك أشكرك جدا، اسمعي الإجابة من التلفزيون. شكرا ليك يا أسماء. أولا سؤال حلو قوي بتاع ما رأيك في موقف مراد بيك من الحملة الفرنسية في عهد كليبر. هقول إن موقف مراد بيك، هو طبعا مش مصري عشان أقول ده موقف وطني أو مش وطني، هقول إن موقف مراد بيك موقف متخاذل. فبينما كان يقاوم الحملة الفرنسية أيام نابليون، وكان يمثل له، نشكره على دوره في مواجهة الحملة، إلا أنه وقف موقف سلبي من كليبر، ووافق على حكم الصعيد. يعني ما سمعناش أن مراد بيك عمل مقاومة ضد كليبر، بل أنه اتفق مع كليبر على حكم الصعيد بعد ثورة القيادة الثانية.
حتى لا يعود الأتراك إلى مصر. يبقى هقول إن هذا الموقف موقف متخاذل وسلبي، لأنه بدلا من المقاومة وإخراج الحملة وافق على مصلحته الشخصية إن يكون حاكم على الصعيد. طب ما النتائج مترتبة على ضعف الحكم العثماني أواخر القرن 17؟ نتج عن ضعف الحكم العثماني أن المماليك قرروا استعادة نفوذهم في مصر، فقامت حركة علي بيك الكبير. يعني لولا ضعف نظام الحكم العثماني والصراع بين الوالي والديوان ما كانش علي بيك الكبير ظهر. يبقى ضعف الحكم العثماني ترتب عليه قيام حركة علي بيك الانفصالية، ولولا الخيانة من محمد أبو الدهب كانت نجحت حركة علي بيك. يبقى نتيجة ضعف نظام الحكم العثماني تطلع المماليك للانفراد بحكم مصر، نتيجة لضعف نظام الحكم العثماني قامت حركة علي بيك الكبير. ما العلاقة بين الحملة الفرنسية على مصر والتنافس على طرق التجارة؟ هنقول هناك علاقة، حيث ان فرنسا كانت تريد تأمين طرق تجارتها للهند منذ عهد لويس ال 14، كان يريد تأمين تجارته للهند وضرب التجارة الهولندية. ثم تقررت الفكرة ايام لويس ال 15، ولكن ليس عن طريق ارسال حملة، ولكن عن طريق ان هو يشتري مصر من الدولة العثمانية. ثم تجددت الفكرة ايام لويس ال 16، لانه كان يريد ان يصل الى الهند عن طريق مصر بدلا من دوران حول افريقيا. ثم تم تنفيذ الفكرة تنفيذا فعليا بمجيء الحملة مع قيام الثورة الفرنسية، حيث جاءت الحملة الفرنسية في عهد حكومة الادارة وكان يقودها نابليون بونابرت بعد ان استولت انجلترا على طريق رأس الرجاء الصالح. فوجدت فرنسا صعوبة في الوصول للهند وتأمين تجارتها للهند عن طريق استخدام طريق رأس الرجاء الصالح، فلم يعد أمام فرنسا إلا استخدام طريق مصر. ده هنا ممكن يجي سؤال تاني، ما العلاقة بين طريق رأس الرجاء الصالح وإرسال الحملة الفرنسية؟ هقول نتيجة لاستيلاء إنجلترا على طريق رأس الرجاء الصالح أيام الثورة الفرنسية، فكرت فرنسا في إرسال حملتها على مصر. برضو في سؤال تاني، انه ممكن اجي اقول لك هناك علاقة بين رغبة فرنسا في تأمين طرق التجارة ومجيء الحملة الفرنسية. كده يبقى احنا سألنا. معانا زميل لينا تاني من ماجد من بني سويف من زملاء ابنائنا في الثانوية العامة. ماجد ازيك يا ماجد؟ السلام عليكم. عامل ايه يا ماجد؟ السلام عليكم يا ماجد. ازيك يا استاذ محمود؟ الله يخليك يا ماجد، عامل ايه؟ الحمد لله يا استاذ محمود. اتفضل يا حبيبي. في سؤال معايا. اتفضل. بيقول موقف محمد علي في مصر والشريف حسين في الحجاز من الدوله العثمانيه. بس طيب يعني قارن ولا ايه؟ ايوه قارن بين موقف محمد علي في مصر والشريف حسين في الحجاز من الدوله العثمانيه. قارن بين موقف محمد علي في مصر والشريف حسين من الدولة العثمانية. كويس. حسين من الدولة العثمانية. تمام. من حيث اوجه الشباب من موقف كل منهما وموقف الدول الاوروبية منهما. اوجه الشباب. كويس جدا. في حاجة تانية؟ في سؤال تاني بيقول موقعة نزيب قارن بين موقعة نزيب وموقعة وادي المخازن من حيث الاطراف والنتائج. قارن بين موقعة نزيب ووادي المخازن من حيث الاسباب الاطراف والنتائج. عينيا ليك. حاضر. في حاجه تاني؟ لا شكرا. بس اشكرك جدا يا ماجد، تابعنا من التلفزيون. شكرا لماجد على الاسئله ديت. نيجي بقى لسؤال ماجد الاولاني، قارن بالموقف محمد علي في مصر والشريف حسين من الدوله العثمانيه، ان كل منهما كان يريد الانفصال عن الدوله العثمانيه. في اوجه الشبه. ما اوجه الاختلاف؟ ان محمد علي لم يلجأ للاستعانة باي دولة اوروبية من اجل انفصال عن الدولة العثمانية. محمد علي كان يريد انشاء دولة عربية كبرى تضم مصر والشام والحجاز والجزيرة العربية لانفصال عن الدولة العثمانية. الشيخ حسين كان يريد انشاء دولة عربية يكون هو ملك عليها. الاختلاف بينهم ان محمد علي لم يلجأ لطلب مساعدة أي دولة أوروبية واعتمد على المصريين في إنشاء دولته وانتصر. أما الشريف حسين لجأ لعمل مؤامرة مع إنجلترا
اللي هي مراسلات الحسين ماكماهون، وفشلت تجربة محمد علي لأن الدول الأوروبية تكلبت عليه وتحالفوا مع السلطان. فشلت مؤامرة الشريف حسين لأن الدول الأوروبية غدرت بيه ولم تلتزم بما اتفقت عليه إن هو يبقى ملك على البلاد العربية. دي قصة، قصة المقارنة ما بين الموقفين. قارن بين موقعة نزيب ووادي المخازن حيث أطفوا نتائج. موقعة نزيب 1839 وأطرافها بين محمد علي والسلطان العثماني. النتيجة هزيمة الجيش العثماني هزيمة ساحقة، استيلاء محمد علي على الأسطول العثماني، أصبحت الدولة العثمانية بدون جيش ولا أسطول كمان بعد هزيمتها. كمان هذه المعركة أدت إلى شعور دول أوروبا أن محمد علي خطر على التوازن الدولي، فلذلك تحالفت عليه عشان تقضي عليه وعملت معاهدة لندن. موقعة وادي المخازن كانت بين الأشراف السعديين المنصور السعدي في المغرب وبين طبعا الأسبان والبرتغال، وانتهت بانتصار المنصور السعدي على الأسبان والبرتغال وإنقاذ شمال إفريقيا من الخطر الاستعمار الأسباني والبرتغالي. هي دي قصة السؤال بتاع موقعة نزيب وموقعة وادي المخازن. كده يبقى احنا جاوبنا السؤال الخاص بموقعة وادي المخازن. عندنا بقى اخر حاجة نتكلم فيها معاكم النهاردة، هنتكلم عن الدولة الكبرى اللي عايز يعملها محمد علي. اولا سياسة محمد علي الدولية قبل ما نتكلم عن الحروب. محمد علي اراد انشاء دولة عربية كبرى تضم مصر، الشام، الحجاز اللي هي الجزيرة العربية، والسودان. ليه عايز يعمل الدولة دي؟ لينفصل بيها عن الدولة العثمانية. طب ايه هي الاسس اللي قامت عليها سياسة مصر الخارجية الدولية في عهد محمد علي؟ انشاء دولة عربية كبرى تواجه بيها الدولة العثمانية، تجمع بين الموقع يكون موقعهم واحد، المجال الحيوي. يعني ايه المجال الحيوي؟ يعني الامتداد الطبيعي. ايه كمان؟ الرابطة العربية، يعني كلهم يكونوا بيتكلموا لغة عربية عشان يواجه بيها مين؟ الدولة العثمانية. هي دي سياسة مصر الخارجية في عهد محمد علي. محمد علي عشان يحقق ده دخل في مجموعة من الحروب. ايه هي بقى انواع حروب محمد علي؟ ونبقى باذن الله بقى نكمل لكم الحروب بالشرح التفصيلي النوبه الجايه. انواع حروب محمد علي، طبعا جالنا تليفون دلوقتي محمود من القاهره. الو الو، السلام عليكم محمود. الصوت محمود انا مش سامع للاسف. طيب انواع حروب محمد علي. محمد علي دخل في نوعين من الحروب، حروب من اجله، من اجل السلطان، وحروب من اجل محمد علي نفسه. طب ما هي الحروب اللي محمد علي دخلها من اجل السلطان؟ حرب الوهابيين وحرب المورا اللي هي بنقول عليها حرب اليونان، وحرب الوهابيين بنقول عليها الجزيرة العربية. من اجل محمد علي نفسه حرب السودان وحرب الشام والاناضول. دي انواع الحروب. الحروب دي انتهت بانتصار محمد علي كلها انتهت بانتصار محمد علي، ما عدا بس حرب المورا اتحطم الاسطول المصري فيها ومشي. ولكن في الاخر دول اوروبا تكلبت ضد محمد علي وقضت عليه من خلال معاهدة لندن. بإذن الله بقى معاهدة لندن دي هنبقى نتكلم عنها في الحلقة القادمة، ونتكلم عن كل حرب الأطراف والأسباب والنتائج. أبنائي أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أنا كنت هنا معاكم النهاردة وسعيد بيكم جدا وبأسئلتكم اللي على الهوا، وشكركم لقناة النيل اللي هي من أجلكم وبتقف معاكم. وطبعا احنا بنقول عليها ايه؟ قناة مصر التعليمية. قناة مصر التعليمية دي رسالتها هادفة وهي محاربة الدروس الخصوصية، والحمد لله كتير جدا من أبنائنا بيتصلوا بينا بيقولوا لنا بمتابعتنا لقناة مصر الحمد لله ما بقيناش ناخد دروس وبنسجل كل أسئلة في كل المواد. في نهاية الحلقة بوجه لكم الشكر على متابعتكم، وحتى ألتقي بكم لكم مني
كل التوفيق والنجاح. كان معكم محمود عطية، موجه عام التاريخ بوزارة التربية والتعليم.